مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. يطرأ انخفاض تدريجي في بداية هذا الأسبوع على درجات الحرارة، ويوم الاثنين منخفض جوي وكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي إلى سقوط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية. واعتبارا من يوم الثلاثاء تميل الأجواء إلى الاستقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله. منخفض جوي سريع يوم الاثنين، انخفاض واضح وملموس، وأمطار بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية يوم الأحد. يوم الأحد تنشط الرياح الغربية وتكون مثيرة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية الشرقية والشرقية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. أيضا يوم الأحد بتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بشكل واضح. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 23 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 20-11، والمرتفعات الجنوبية 21-9، والأغوار البحر الميت 33 إلى 18 درجة مئوية، وخليج العقبة 34 إلى 16، البادية الجنوبية الشرقية 24-11 مع أجواء مغبرة، والبادية الشرقية 27 إلى 13 مع أجواء مغبرة. يوم الاثنين إن شاء الله بتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية وكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤدي إلى حدوث انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في المناطق الشمالية والوسطى، وتسقط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر. العظمى المتوقع يوم الاثنين في المناطق الشمالية 20 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 16 إلى 11، والمرتفعات الجنوبية 16 إلى 8، والأغوار البحر الميت 29 إلى 20 درجة مئوية، وخليج العقبة 29 إلى 16، وأجواء مغبرة في المنطقة الجنوبية الشرقية 20 إلى 10، وأجواء غائمة جزئيا وماطرة أحيانا في المنطقة الشرقية 24 إلى 12 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استقرار على الأجواء وبداية لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. المناطق الشمالية العظمى 24 والصغرى 14، المرتفعات الوسطى 19-11، وأيضا المرتفعات الجنوبية 18-10. صحيح راح يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، لكن ستبقى أقل من معدلها. يوم الاثنين أقل من معدل ما بين 7 إلى 9 درجات مئوية، لكن يوم الثلاثاء ارتفاع قليل لكن تبقى أقل من المعدل ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية. الأغوار البحر الميت 30 إلى 21، وأيضا العقبة 30 إلى 18، البادية الجنوبية الشرقية 22-11، والبادية الشرقية 26 إلى 13 درجة مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة تقترب تقريبا من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المرتفعات الشمالية المناطق الشمالية العظمى 27 متوقعة والصغرى 16، المرتفعات الوسطى 23-15، والمرتفعات الجنوبية 21-15، والأغوار البحر الميت 33 إلى 23، وخليج العقبة 34 إلى 20، والبادية الجنوبية الشرقية 26 إلى 15، والبادية الشرقية 27 إلى 17 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء حارة في الأغوار والعقبة، وأيضا تصبح تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة. المرتفعات الشمالية أو المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 32 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 28-20. درجات الحرارة في هذا اليوم أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية.
الأغوار والبحر الميت 35 إلى 25، والمرتفعات الجنوبية 25 إلى 17، الخليج العقبة أجواء حارة نسبيا، وكذلك الأغوار حارة نسبيا إلى حارة، خليج العقبة 36 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الجنوبية الشرقية 29-18، وأيضا البادية الشرقية 31 إلى 20 درجة مئوية. عفوا، هنا المناطق أو منطقة البادية الجنوبية الشرقية 29 إلى 18. يوم الجمعة أيضا أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل بتسع درجات مئوية، أجواء حارة نسبيا وحارة في الأغوار والعقبة والبحر الميت، المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 37 والصغرى 26، المرتفعات الوسطى 32-22، والمرتفعات الجنوبية 29-21، والأغوار البحر الميت من 40 إلى 28 درجة مئوية، وخليج العقبة من 41 إلى 26 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الشرقية 31 إلى 22، والمنطقة الشرقية حارة نسبيا 35 إلى 23 درجة مئوية. مشاهدينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع